بولندا، والآن مع النشيد الوطني المغربي. تابعنا نينغا زيميك، كالفيا ماتيسيك، مالغورزاتا غريك، مارتينا فيانو كون، رقم 17 صوفيا بوزيفسكا في وسط الميدان، رقم 7 في خط الهجوم كوفيتوفسكا الى جانب ايفا بايو ناتاليا، فيما كما قلت رينالد بيدروس المدرب الفارات في طار استعدادات النخبه الوطنيه لكاس العالم. قلنا بعد صفحه افريقيا لان توجد في المتيد، تصدرت النرويج، احتلت المركز الثاني وبذلك مرحله البلاي اوف المؤهله لكاس العالم. تنطلق المباراة، تدخل من جانب خديجة رميش طرف البولنديات، تلعب في اتجاه القائمة الثاني بالراس بعيدة عن مرمى حال حول ما يمكن نشاهد نعرف الأسباب. نتابع هناك فرصة خطيرة متابعة من جانب خديجة رميشي، هذه أول فضل كنت تتحدث تمرر من سيهام بوخامي، خطأ على مستوى التمرير، هنا ضغط واسترجاع الكرة من الجهة اليمنى الطويلة أمامية تغراوت، انطلق من الجهة اليسرى فاطمة البحثاني للمراوغة بطريقة جميلة، نصر وطنية بإمكانيات ومهارات فردية نجومية للمنتخب، أداني من السيرالات المنتخب البولندي، هنا العرضية عبر القيم الثاني بالرأس، الكرة جات من طالية ناتاليا المحتل، نلاحظ هذه المدربة البولندية نينا باتلون سنة ونصف على توليها قيادة كوسوفو وأرمينيا. لذلك هذه نتابع هذه الكرة بين يدي الحارس خديجة رميشي، يقول من سامية حساني، حسن انفعالات عملية التحضير، تيكي تاكا مغربية، فرصة البحث عن التوغل لكن التغطية تأتي من جانب مخالفة، شار من جانب الحكمة المساعدة التي تمنح مخالفة لفائدة نتابعونا. تحدثت عن المهارة على الفنيات، هنا القنطرة، هنا المراوغة الجميلة، المنتخب البولندي البحث من أجل استغلال الكرة الثابتة، تسدد بشكل مباشر والمتابعة من كينغاز ناتاليا في التحضير، فرصة بولندية تسديدة وجانبا عن مرمى تيزميت، ميكري سميت رائع من جانب البولنديات، حداري وجهوا بها صوب مرمى الحارس خديجة رميشي، كرة طويلة أمامية مغربية، يلا 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 يا ابتسام، هناك اشاره بوجود التسلل من جانب الحكم، هذا قد يكون له تاثير كبير على المخزون بين الهجوميه وليس الادوار الدفاعيه، وننطلقه من الجهه اليمنى، لاحظوا العرضيه عبر القيم الثاني، ارتقاء من طرف الحارسه خديجه رميش، عمقب كذلك في مناسبتين، انطلق من الجهه اليسرى فاطمه تكناوت، العرضيه عبر القيم الثاني، وهنا الحكمة تشير بخروج الكرة، تحدث عن الحكمة، جاءت من حالة كرة بينية أمامية، انطلاقة مغربية، فرصة تحضير، هي فرصة مغربية، من سيسدد لأحد من لاعبات التشكيل الأساسي، تحدثت عن هل هو تمويه من نوع خاص من جانب المدربة نينا باتلون أم ماذا؟ هي لم تكن متواجدة في التشكيل دومينيكا كرابوفسكا بالنسبة لدقيقة الجولة. إذن تدخل الطاقم الطبيق تصيبت إصابة خطبة اليمنى في مستوى الدورين، إصابة خطيرة غيبت بالنسبة للشوط الثاني مصر المنتخب الوطني المغربي فيما تنقل خارج أخبار وطنية، طاقم متقدم افتكاكم التحضير الخلفي كان من إيفا بايور، محاولة خطيرة تسديدة، خديجة رميشي، هدف غريب نوعا ما من جانب المنتخب البولندي، سددت من بعيد وهفوة دفاعي غربي لا أحد تميل من طرف إيفا بايور التي سددت من بعيد هفوة من طرف موني حالفة، الانطلاق من الجهة اليمنى، مروغة من جانب فيرونيكا لاعبة اف سي كولون الألماني، خدوة تشوف اللمسة البولندية لكن التغطية الدفاعية بسرعة من وسط، بعد الثواني الوقت الرسمي والطبيعي لاحظوا كيف ارادت ان تتجاوز لودي، ارتكبت المخالفه باستعمال اليد وبذلك خطا مشروع لفائده البولنديه، التنفيذ سيكون من جوفسكا لاعب رقم 2 والتوجيه لا تريد ان تقع في المحظور مره ثانيه، ايوا بايور من بعيد، تينا فيانوكوفسكا
هي من ستتولى التنفيذ وسدد هذه الكرة، وهذه المرة خديجة رميشي في المتابعة. يتمنى هذا التصدي لخديجة رميشي هنا عبر وسط الميدان، ناقلة قصيرة من جانب البولندية، ترحيد البينية والتغطية الدفاعية من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. تسلل هنا الحكم، وجود التسلل بعدما كما المساعدة اعتماد لكن بدون حرور وشومية. لاحظون الخطورة، فرصة الثانية الطيور منذ الدقيقة 34، وبذلك الآن التي تحدث عنها قبل حضرات قلت بالنسبة للبولنديات كذلك تغطية دفاعية. ماذا يشير الحكم؟ هناك ظن التسلل في اللقطة الأخيرة من وسط الميدان، تحضير من سلمى أماني، انطلاق من الجهة اليسرى العرضية، كرة مغربية خطيرة، فرصة إلى الهدف بالرأس، لكن إلى سمة دفاعية. ابتسام شرايدي أوقف الرشمة. هنا الكنترول في البداية كانت عملية مسك من إفريقيا للسيدات إلى جانب عوامل عديدة بطبيعة الحال، لكن الشجاعة في عالم كرة القدم تبقى واحدة من العوامل الجديدة. متابعة من جانب لاعبات المنتخب الوطني المغربي، يلا مروغة جميلة، طريقة جميلة من طرف لودينا للنقاش، نقاش أمامية، مسك واضح، انطلاق المنتخب البولندي. هل سيحرك ساكنا هذا الحكم؟ هنا منح بشكل أنيق لودينا للنقاش، تقول يجب أن توشم بطاقة صفراء. شوفوا الانطلاقة اللي كانت هنا، اللغزة من الجهة اليمنى على الأقل، هذه في مستوى الخطأ الذي ارتكب من جانب لعبة المنتخب البولندي. من الجهة اليمنى البولندية الآن، العرضية حذاري إذا أرضية ساحفة ترتانية، ارتباك هذا الارتباك يخلي المنتخب البولندي الأقرب لزيارة الشباك. حذاري جول ثاني عبر لعبة سيفيا الإسباني على الضحام. يبدأ المباراة في الشوط 30 من توقيع إيفا بايور، كرة للجهة اليمنى من طرف فاطمة تاكناو، تربحت عن العرضية والتسديد المباشر، لا ليس بهذا الشكل وبهذه الصورة، يعني كان على الأقل تبحث من أجل اليسار الكرة. التحضير الانطلاقة، لاحظوا المساحة، لاحظوا كيف تتمكن من التمرير. هنا فرصة الثالثة جول الثالث من المنتخب البولندي، والثاني المنتخب البولندي هذه المرة. اللمسة شات وصناعة اللعب حراسة مرمى المنتخب الوطني المغربي بقيادة خديجة رميش. معليش هذه مباراة إعدادية، مباراة الهدف منها دائما، وأن نقف على إمكانياتنا وقدراتنا ونقف على الأخطاء التي نرتكبها في أمل التصحيح وفي أمل أن نكون جاهزين إن شاء الله. إذن أعتقد خروج سلمى أماني وخروج فاطمة تاكناو، عبر رقم 18 سناء مسودي، ودخول عبر رقم 17 هي سكينة أوزراوي. بالجملة ستأتي بالنسبة لصوفيا بوزيفسكا، ستدخل كذلك فيرونيكا عبر إذن أربع. الانطلاق البحث عن العرضية، هنا متابعة، هنا الخطورة، وهنا خروج الحارسة خديجة رميش. تابع العرضية عبر القائم الثاني أغاتا، دخلت قبل حدات، لاحظوا البينية هنا، متابعة، حذاري روتاني ونيكول ناشل، وصلت على دخول غزلان شيري، وهذه المخالفة للنخبة الوطنية عمر من في اتجاه الحارسة البولندية، كانت تغذية الدفاعية البولندية. تعود للعناصر الوطني محاولة استغلال هذه الكرة من جانب سكينة الوزراوي. هنا التمرير، تحضير، لاحظوا فتشة من فرصة مغربية، يلا ضاعت هذه الفرصة كيس، غاب التركيز في اللقطة أمامية، فرصة خطيرة، حذاري شوف هنا من الجهة اليمنى الفرنسي فريق ليون اختار أن يرفع شعار التحدي على المغربية من سيام بوخامي للحارس خديجة رميشي. ماذا تفعلين يا خديش؟ أكثر من الجهة اليمنى، يلا نبحث عن تقليص الفارق. هنا تمرير التسرع واضح في اللقطة الأخيرة، اليمنى البحث عن العرضية،
التغطية بالرأس من زينب الرضواني، وصل الضغط المنتخب البولندي ثم تعود من جديد أيمن بحتان العرضية نيكولا كارسيفسكا كارسيفسكا غريب أمرك يا خديجة رميشي اليوم، غريب أمرك يا خديجة رميشي اليوم، غريب أمركم يا لبواترة الأسوار المنظومة الدفاعية. يعني هدف أوت أقول أو كان هذا التعبير قاسي نوعا ما على خديجة رميشي، لكن أقول اليوم لا هي ولا الدفاع أو لاحظوا لاحظوا حتى لينيس ريشاد وسكال حديث عن لعبة الميلان مالغورساتا ميسي وتابعنا ما قدمت هذه اللعبة هنا الحكم يوني تفاصيل المباراة برباعية قاسية من جانب المنتخب البولندي على المنتخب التصحيح في اللقاء المقبل أم كندا. إذن لقاء سيطبال ستطوى دائما بلغة التفاؤل بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي لاستعداد لكأس العالم وفي انتظار بقية اللقاء.